الدكتور هشام الخشان وكيل وزارة الصحة المساعد للرعاية الأولية. دكتور هشام أهلا وسهلا فيك، سعداء أن تكون معنا اليوم. حياك الله يا أخي، حياك. دكتور أبدأ معك الحديث عن الحالة الصحية بشكل عام. يعني شكرا للاستضافة، أبشرك اليوم لا يوجد أي حالة وبائية، الحمد لله الوضع مطمن. كل أبطال الصحة على هبة استعداد الحمد لله. جميل. طيب فيما يختص بالصحة العامة على مدار اليومين الماضيين، يعني طيب اليوم 30 ألف مشارك وزارة الصحة بكل أطقمها الفنية والطبية والصحية والمهندسين في 156 مركز منتشرين مع 5000 سرير، كلهم على هبة الاستعداد. جميع اليوم الإحصائيات إلى حد الساعة تقريبا الصباح وصلنا من أول الحجة 128 ألف مراجع. نعم. في عمليات قلب وصلت 7 حالات، القسطرة تعدت 158 قسطرة قلبية، المناظير 51، العمليات 536، الدخول للمستشفيات 1100، الولادات صارت 4 ولادات. كل هذا الحمد لله بدعم وتوجيه القيادة الحكيمة بقيادة مولاي خادم الحرمين وتوجيهات ولي العهد، متابعة حديثة من معالي الوزير وجميع الوكلاء. بلا شك. دكتور إذا ما تحدثنا عن اللقاحات للعاملين في الحج، طبعا منسوبي وزارة الصحة وأيضا للحجيج كذلك، يعني ما هي الآلية لإعطائها يعني جميع المشاركين في الحج هذه اللقاحات؟ حنا طال عمرك الله يسلمك، الحج يبدأ موسم الحج لهذا العام يبدأ من انتهاء موسم الحج السابق. جميل. بعد ما ينتهي موسم الحج السابق تجتمع الفرق وتدارس جميع الهفوات اللي صارت في الحج السابق، والحمد لله هناك تراكم خبرات كبير الآن موجود. جميل. نبدأ من عن طريق المنافذ الجوية، المنافذ البرية والجوية والبحرية. الآن يوجد 10 منفذ نستقبل الحجاج على حسب الدول القادمين، كل دولة لها بروتوكول معين ما بين تطعيمات ما بين أدوية ما بين تركيز على شهاداتهم الصحية. حجاج الداخل معروف ما يحج إلا يكون عنده تطعيم الإنفلونزا والشوكية. جميع العاملين الآن لا ينتدبون ولا يتوجهون لمكة إلا بتطعيم الإنفلونزا والشوكية. جميل. الجميع حريص باتباع كافة معايير الجودة. كل سنة زي ما قلت لك الجو، يعني أنا ودي أحدثك عن شغف أبطال الصحة. جميل. اللي يتلهفون لخدمة الحجاج بشكل مبهر و الجميع على هبة الاستعداد. بلا شك. الدكتور تحدثت عن تراكم الخبرات وأنه العمل يبدأ لديكم من انتهاء موسم الحج الماضي. السنة هذه إيش الجديد عندكم؟ يعني عندنا دخول التقنية بشكل كبير. اليوم عندنا في عندنا خط 937 يستقبل كافة الاتصالات والاستشارات الطبية بعشر لغات للسنة دي، فارسية وتركية واندونيسية وانجليزية وروسية غير العربية والانجليزية والتاميلية. في الريبورت اليوم موجود في مستشفيات مشاعر. الريبورت هذا عبارة عن إنسان آلي تقرب جنب المريض، تشبك فيه كافة الأجهزة حقت المريض من ناحية السماعات من ناحية التشخيص، والطبيب الآخر متواجد فرضا في الرياض، المختص اللي ما هو موجود فرضا ولا في منطقة أخرى أو حتى في خارج البلد إذا احتجنا، لكن بعض التخصصات تعرف ما تحتاجها بكثرة زي الأورام ولا تخصص معين نادر، فعلى طول تأخذ استشارة بشكل مميز. حتى الطبيب اللي برا مكة يسمع صوت القلب، يسمع صوت المريض، يكلمه يعني بشكل يعني تفاعلي كبير. جميل. هذا يسهل العلاج المبكر للمريض. هذه الحمد لله التقنيات أدخلت يعني لدعم كافة رفع مستويات الصحة بحيث أن جميع الحجاج يتلقون. جميل دكتور. العناية. جميل دكتور. التقنية أمر جميل وإيجابي وجهد جبار تشكرون عليه، يعني لأنكم أدخلتوها في حج هذا العام، لكن هل تم التسويق لهذه التقنية بالشكل المكثف حتى يستوعب الحاج مثلا أنه هنالك خط مباشر اللي هو 937 مثل ما تفضلت بعشر لغات كذلك اللغات يستطيع التعاطي معه في كل وقت مثلا؟ صحيح صحيح. حنا بخاف أقول لك لبدأ الحاج من الدخول يستلمون الفرق الصحة الوبائية وبعدين يدخلون معه حتى في الباصات، يقومون له بالتثقيف والتوعية لكافة لثلاث أهم
للضربات الشمس والأكل النظيف والاجتهاد الحراري. جميل. في ذلك الوقت باللغة الصامتة يعطونه الرقم بلغته، يقولوا إذا احتجت شيء شيء كلم 937. هذا منطقة. منطقة ثانية، اليوم احنا في ميناء كل فرقة التثقيف الصحي تتوجه لسكن الجاليات أو سكن الحجاج من كافة دول العالم، وتعطيهم المحاضرات وتعطيهم الرقم هذا، بالإضافة إلى التسويق الدولي لتويتر الوزارة الإنجليزي وتويتر الوزارة العربي، وحتى الاسمس اللي تطلع من شركات الاتصالات فيها هذا الدعم للرقم. الشيء المميز كمان اليوم ما بين عرفة ومنها شاركت العربات المتنقلة بكثافة، الآن عندنا 6 عربات بحيث أننا نتخدم القادمين من عرفات. نعم. إلى منها. بعد ذلك تتحرك، بعد ما ينتهون الحجاج تتحرك تتمركز مناطق أخرى. طبعا العربات هذه على أحدث تقنية، فيها عيادة متكاملة، عيادة أسنان، أشعة، مختبر متكامل. جميل. دكتور، في كل عام تظهر يعني أمراض وأوبئة جديدة، أنتم من خلال خبراتكم السابقة كيف استفدتم منها مثلا في معالجة مثل هذه الأمراض؟ كل الصحة الوبائية بوزارة الصحة تتبع التنظيمات الدولية اللي تأتي من منظمة الصحة العالمية. جميل. مثال دولة معينة تمنع منها قدوم الحجاج نتيجة انتشار وباء معين، هذا واحد قبل التخطيط. الأمراض اللي موجودة في السعودية ترصد ومع الحجاج ونسوي معدلات مرضى معينة، نبدأ نقول لكافة المندوبين اللي جينا الحجاج، ترى احنا لاحظنا العام الماضي لكم ارسلتوا مرضى سكر كثير. مثال، بعطي مثال بسيطة. نعم. تراكم هذا ممكن يسبب هذا الشيء الفلاني، فنلاحظ وين الهفوات عند بعض شروط الحجاج اللي يأتون بكشف طبي متقدم. بحيث اننا نحاول احنا نوعي الدول ما ترسل حجاج بشكل مريض عشان لا يعني، لكن حتى الفرق الوبائيه والرصد والبلديات ورجال الامن كلهم متعاونين لنشر الصحه العامه بشكل يعني مذهل ويعني وجبار الحمد لله. جميل. اليوم نعم. اللي موجود على ارض الواقع شيء يعني الحمد لله، يعني امس وصلت 26 حاله من المدينه انحطوا في مستشفى، انحطوا في مخيم في عرفات. جميل. واليوم في الليل برضه بيرحلون الناس من مستشفى الطوارئ عشان يحجون الحالات الصعبه اللي ما يقدرون يمشون ولا يقدرون يروحون حملاتهم. نعم. هذا يعني خدمه الحمد لله، جميع ابطال الصحه لو تشوف كيف يتسابقون على الجداول عشان يدخلون في هالخدمه يعني يلحقهم من دعاء الناس اللي ممكنين. نعم. ما في شك هي مفخرة لكل مواطن سعودي سواء كان عامل في وزارة الصحة أو في غيرها. لكن دكتور هشام، اليوم نتحدث عن ضربات الشمس وارتفاع درجات الحرارة، هذه الإشكالية موجودة في كل عام طبعا، السنة هذه كيف خطتكم في مثلا العمل عليها وتلافيها كذلك أو الخدمات المقدمة لها؟ أبشرك ترى ضربات الشمس ما حتى مع ارتفاع الحرارة في آخر 3 سنين نعم. تتناقص والترند يقل لسبب واحد، لأن إحنا نراهن على التوعية من البداية. من يوم يدخل الحاج إحنا نقول له ترى ضربات الشمس، ترى الإجهاد الحراري، يروح الحملة نقول له، يطلع نقول له، يعني حتى نبلغ نرسل التعليمات ترسل للحجاج قبل ما يجون من دولهم. جميل. أساس لأن العنصر الرئيسي في الموضوع الحاج نفسه، إذا ما كان عنده التوعية الكافية والبعد عن الجهاد ولا يقامر بأنه تراه يعني بنيته عالية يقدر يدخل في الزحام ويدخل في الأوقات الذروة. وكذلك الحمد لله الدولة وفرت فوق 34,000 سقية في كل مناطق منى في كل ما عشان رفع مستوى السوائل، هذا كله نزل الترند آخر 3 سنوات مع توزيع الشركات والشركات والشراكة المجتمعية لكل القطاع الخاص والقطاع الحكومي للمظلات والرذاذ اللي مسويتها البلديات والممر المشاه السنة اللي تظلل بشكل كبير. هذا كله يقلل الترند، لكن العنصر الأول هو التوعية. جميل جدا. التوعية لدى الحاج. جميل جدا. وأنت تتحدث عن التوعية، اليوم في كثير طبعا من او بعض المفاهيم الخاطئه لدى بعض الحجاج، يعني
مثل ما تفضلت يعتقد أنه إذا أجهد نفسه بدرجة كبيرة هو سيحصل على الأجر. يعني الحديث هنا عن التوعية قبل مجيء الحجاج، سواء كانوا حجاج الخارج أو حتى حجاج الداخل، يعني ماذا بشأن التوعية؟ أو فقط عملكم يقتصر على مثلا إرسال بعض الاشتراطات مثلا؟ لا لا سيد الفاتح، احنا نرسل أول شيء الاشتراطات. جميل. نرسل الكتيبات اللي موجودة، حتى تلقاها في موقع الوزارة على تويتر. جميل. وش الأخطاء الشائعة وكل تفاصيلها وأكثر الأمراض انتشارا وكيف تستبعدها، بحيث أننا مكاتب التطويف اللي برا ترسلها للحجاج. بعد ما يحضر الحاج أثناء تختيم جوازاته ودخول الباصات، يطلعون المثقفين بلغتين، اللغة اللي هي موجودة أربع لغات صعبة، في بعض اللغات سهلة. وفي اللغة عندنا قلت لك الصامتة اللي هي لغة الإشارة مع الرسومات، نشرح لهم وش التفاصيل ونعطيهم على حسب لغتهم منشورات، إن ترى ثلاثة أهم أشياء وأهم نصائح: الشرب الماء الكثير، البعد عن الجهاد، المظلات بشكل كبير، وتبعد إنك ما تأكل أكل مكشوف حتى تبعد عن التسمم. هي أهم ثلاث تهتم فيها الحاج. 95% سيطرنا من كل التوقعات اللي ممكن تأجينا من الأمراض الحادة اللي ممكن تسمم لا قدر الله، إجهاد، ضربات. جميل. أهم ثلاثة، فهم نركز على أهم ثلاثة. جميل جدا. لكن أبشرك التوعية دخلت بشكل كبير، يعني بعمق، وكل ما لها تجيب نتائج الحمد لله. الحمد لله. الحديث عن السوشيال ميديا، يعني اليوم هو لغة العالم تقريبا السوشيال ميديا بمختلف وسائلها. تستغلون السوشيال ميديا مثلا في التسويق او مش التسويق، خليني اقول التوعيه بعده لغات من خلال مواقعكم الرسميه على تويتر، على الفيسبوك، على السناب شات، سناب الوزاره، تويتر الوزاره العربي والانجليزي، بعض السوشيال انفلونسر اللي هم المؤثرين سواء عرب او غير عرب، نستفيد منهم، كثير منهم متطوع مع الوزاره. جميل. هذا كله نبث كل الرسائل التوعويه بحيث أن نحافظ كلنا على سلامة الحجاج، اللي هو الهدف الأسمى للسعودية. جميل. احنا نحب القصص دائما، والحج والحجيج بشكل عام، يعني الحجاج دائما ما تكون لديهم القصص الجميلة. أبرز القصص إلى اليوم يعني اللي واجهتوها من خلال تعاملكم بشكل مباشر مع حجاج بيت الله الحرم. والله القصص يمكن كتب فيها كتب اخوي، لكن ابرزها قد على مجالين: مجال الموظفين ومجال الحجاج. مجال الموظفين، يعني امس تقارير المتسوق السري والمتابعه رصدت مدير مركز وهو وعياله ينظفون المركز قبل عمال النظافه. يعني اي شغف احدثك عن اي ابداع عن اي شيء، يعني هذا الشخص اللي قاعد ينظف نفسه هو وعياله للمركز، يعني اضطر ان حتى مع الوزير بنفسه راح وكرمه، يستحق. واحد ثاني اصيب وكمل، تفاني عديد من الموظفين الحمد لله وعلى يد واحد. الحجاج يعني انا قلت لك لو ترى تزاحم الموظفين على جدول تفويج الحجاج واللي يشتغلون في الطوارئ، لانه دعوه من الحاج تسوى ذهب، يعني عرفت بلا شك. بطريقه لما تشوف الحاجه اللي جايه فرضا من المدينه، في كانت في حاجه مصريه جايه من المدينه، يلا يعني انتقلت بالاسعاف، نعم، وحطوها في عرفات، يعني تقاطر الدمع من عينها بشكل يعني مؤثر للجميع. قاعده تدعي لهالبلد وقيادتها البلد والموظفين، يعني طاقة إيجابية انتشرت في المكان بشكل خرافي. جميل. الأفغانية اللي ولدت وبشكل يعني انحطت على موقع الوزارة، حتى 5 مليون زائر. كل العراقية اللي في الجوف وهي داخلة صار لها أزمة قلبية وتسوى لها قسطرة. قصص لا تعد ولا تحصل يعني لخدمة هذا الحجاج، وهذا الحمد لله كرم من الله أن نمنع بلا شك نكون في هذا البلد. نعم، هو من منة الله علينا عز وجل أن اختصنا بخدمة حجاج بيته الكريم. لكن دكتور هشام، اليوم يعني أكيد من ضمن القصص يعني بعض الدهشة التي قد تصيب بعض الحجاج عندما يحصل على العلاج بالمجان، عندما تقدم له الرعاية الصحية الكاملة بالمجان، نبغى نتكلم عنها شوي. جميع إمكانيات الحج العلاج الأول والثاني والمتقدم بالمجان تماما. يعني أنا
الحاد الإيراني اللي صار له في إعادة البصر في المدينة. عندك اليوم لما تقعد في العيادات العامة وتشوف بعض الحجاج في بلده يعتقد انه يدفع دفع لما يجي يستلم من الادوية يعتقد انه حيدفع له جزء من المبلغ ويشوف الكمية المهولة من الدواء مصروفة له مجانا ما يعني ما يستطيع لانه يقول بس الله يكرم هالبلد ويكرم الشعب اللي فيها. هذا دليل ان كل القدرات حق المملكة مسخرة لخدمة هالضيوف في كل منطقة. يعني انا بقول لك يمكن ما تتخيل في علاج أسنان، لا. علاج ولادات، قسطرة، غسيل كلوي، كل الأنواع، جراحة مفتوح، قلب مفتوح، عيون، سنات أورام قلت لك إذا احتاجنا بالريبورت نكلم واحد من برا، كل ما تتخيلها موجود. الحمد لله هذا يعني وترى على فكرة إحنا معنا القطاعات الأخرى، الدفاع، الحرس، بلا شك، كلهم مساندين معنا، والهليكوبترات والهلال الأحمر. قطاع الامن البلديات نعم. كلهم ترى منظومه سبحان الله الله يطرح فيهم البركه وتشوف تناغم عجيب يدل على ان القياده الحكيمه لهذا البلد اسست عمل مؤسساتي متراكم اليوم صحيح. وبرنامج ضيوف خادم الحرمين اللي هو البرنامج الكبير في التحول بدا يؤتي ثماره ضمن رؤيه المملكه 2030 وضمن قائدها المهندس الاسمه الامير محمد بن سلمان. نعم. الحديث أيضا عن طبعا تحدثنا عن مجانية العلاج، ولكن في بعض الحالات الحرجة اللي تكون في العناية المركزة عادة في المستشفيات أتحدث سواء كانت في مكة أو حتى خارج مكة، وصحح لي إذا كنت أنا مخطئ، يتم تفويجها كذلك والوقوف في عرفة، تعملون على ذلك صحيح؟ نعم نعم. آلية صعبة ومعقدة دكتور هشام، أبغاك تحكي لي عنها بالتفصيل لو سمحت. أمس وصل من المدينة قافلة تفويج ل 27 حاج. نعم. سيارات إسعاف مشت من المدينة لين عرفات ودخلوا الآن في مستشفى عرفات أساس بكرة الحج. جميل. اليوم بيصير في تفويج من العناية المركزة الحالات الناس اللي ما تقدر تمشي ولا شيء. عملية يعني شو بقول لك زي عملية بشبهها يعني بعملية إقلاع طيارة. كل الفريق أربعة مع كل مريض يهتمون بكل أدق التفاصيل حتى لا تسقط أي يعني خطوة من الخطوات، لأن تعرف نعم. تنقل مريض بحالة حرجة في إسعاف إلى منطقة أخرى حتى تحقق رغبته الأولى في الحج وهو الوقوف بعرفات. هذا شيء يعني لا يوجد إلا عندنا، وهذا الحمد لله يعني فضل الله علينا. فالفريق نعم. يكون تراكم عنده خبرة، مدرب رئيس التمريض، طبيب، اثنين مساعدين مع كل مريض ينتقلون بالإسعاف، زائد مسعف، زائد اثنين سواقين سائق ومسعفين وهذا الفريق. تخيل سبعة لشخص واحد ينتقلون بكافة وثائقه لين المنطقة الأخرى اللي هو الثاني اللي أنا مركز في المستشفى الثاني اللي في عرفة حتى نمكن من أداء الحج. وهذه يقول لك عملية الحمد لله مع تراكم الخبرة اليوم نعم. أعتقد دخلت السنة العاشرة من الخدمة في الموضوع ده نعم. وصارت الحمد لله يعني مهنية عالية عند الشباب كلهم اللي تحت وسيدات هدف. جميل. حتى المرضى الذين في غيبوبة تامة تحرصون على تفويجهم كذلك صحيح؟ والله إحنا نختار في لجنة اختيار عن طريق القطاع الطبي وعن طريق الإفتاء، فهم هم اللي يأخذون على حسب التصنيف الموجود عندهم يختارون نعم. الحالات في لجنة معينة هي اللي تختار. تختار الحالات حسب الـ 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 يعني حسب إمكانية حجها. إمكانية حجها وشرعية وجواز حجها طبعًا. أي الأهلية إحنا نسميها. الأهلية نعم. طيب إيش نعم. إيش المعايير اللي غيرها مثلًا تخضع لها مثلًا آلية الاختيار؟ عادة إن ما يكون نقلة يسبب ضرر أكبر من وجوده، يعني في حالات صعب تماما تستطيع تنقلها حتى لو ما تقدر تحركها نعم. يكون فيها يعني شرايين دم طالع برا وخلينا نقول الدوره الدمويه خارجه برا الجسم، في خطر على صحته يعني اي ما تقدر تحركها لين تثبت الحاله. في بعض الادويه الضغط المتقدمه اذا كان مريض عليها ما تستطيع برضه تحركها لكن ناخذ الحالات اللي يكون فيها الانسان صاحي مو منوم ويكون تحت أدوية معينة ويستطيع أنه يعني
يستوعب الحدث يعني ووعيه معه وتحرك وما في خطورة صعبة عليه. جميل، الجهد جبار تشكرون عليه بلا شك دكتور هشام، احنا نفخر فيكم للامانه. لكن خليني اسالك في اتجاه اخر. انا ترى على فكره جاي اتكلم والخص جهود زملائي. نعم. اللي هم على خط الميدان ويوميا ومن أحم يعني حماس لا منقطع النظير بلا شك. احنا ترى على فكره المسؤولين يمكن اقل الناس نشتغل شوي، لكن والله لا الله يعطيكم الصحه والعافيه، ناخذ منهم طاقه ايجابيه ويعني شيء جبار الحمد لله. احنا في القناه السعوديه متواجدين باذن الله تعالى على مدار ال 24 ساعه الى اخر ايام التشريق. كل شيء تعتقد انه ما راح يصور راح نصوره وراح نظهره للمشاهد الكريم. يعني فباذن الله تعالى حتكون في كثير من الفرق الميدانيه التلفزيونيه اللي راح تغطي معاهم وتاخذ تقارير يستحقون. فرصه اهنيكم انا على الخطه الاعلاميه لوزاره الاعلام السعوديه، خطه جباره انا اطلعت عليها شخصيا الامانه، جهود يعني انتم احد شركاء النجاح، هذا واجبنا للقطاع الامني للقطاع البلديات جميع القطاعات كلها، احنا كلنا باذن الله يد واحد بلا شك. 1440 حيكون احسن من 39 وباذن الله حج امن بظل قياده هذا البلد، وحمى الله البلد وحمى قيادتها وحمى شعبها باذن الله تعالى. الدكتور يعني ابغى اتحدث معك عن المفاهيم الخاطئه مثلا لبعض الحجاج القادمين من الخارج، وتحديدا فيما يختص او يتعلق بالادويه. في أدوية قد تكون نوعا ما محظور مثلا دخولها للسعودية، متاحة في بعض البلدان على سبيل المثال. يعني الهيئة العامة للغذاء والدواء تقوم بجهد مشكور في متابعة مثل هذه الأدوية. أنتم شركاء للهيئة العامة للغذاء والدواء صحيح في هذه الجزئية؟ نعم. تحديدا نعم نعم. هل عندنا وكالة الالتزام تصرح للبعثات الطبية المرافقة للحجاج من الخارج؟ نعم. لا يستطيع الآن اي بعثه طبيه التي الا تاخذ تصريح وتفتش، والان في زيارات من وكاله الالتزام عندنا تروح تزور البعثات الطبيه وتفتش على الادويه، تفتش على قرحيتها، تفتش على بعض، لانه بعض البعثات تجيب بعض الاطباء بعض الممرضين معها، فلازم احنا اول شيء نفسح الموضوع عن طريق هيئه الدواء في المطارات او في السفن او في البر. بعدين لما تروح للبعثات يبدا زيارات وكالة الالتزام حتى نتأكد أنه ما في أدوية خاطئة تستخدم. جميل جميل جدا. الدكتور هشام الخشان وكيل وزارة الصحة المساعد للرعاية الأولية، شكرا جزيلا لك على هذا التداخل. أبدا، شرفتونا أي وقت. شكرا لك. شكرا دكتور.